ورحمة الله وبركاته وكل متابعين قناة صلاح أبو حسين الزراعية. النهاردة هنشرح فيديو باختصار سريع كده عن القرفة. القرفة زي ما حضراتكم شايفين مبيد فطري وحشري طبيعي، يعني احنا بنسهل الموضوع على السادة المشاهدين والسادة المزارعين اللي فوق السطوح وفي البيوت وكده. فاحنا القرفة دي بنستخدمها لمنشط للجذور، وتاني حاجة طاردة للنمل والافات اللي في القصيص او اللي في التربه. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده القصيص كده. القصيص ده لو انت عندك فيه نمل ولا فيه اي افات ولا فيه اي حشرات في التربه، فانت هتجيب القرفه ماشي وتحط كده في التربه وتروي عليها. دي جزء من الاجزاء اللي المستخدمه للقرفه زي كده. في جزء ثاني احنا بنستخدمه في الري في الميه، فاحنا بنجيب معلقه قرفه ماشي تقريبا كده، يعني بالتقريب بنجيب معلقه قرفه وبنحط ميه ماشي بكل حاجه بالنسب والتناسب للي انت عاوز ترويه. ده كده بالنسبه للقرفه. وتيجي هنا تروي اللي انت حطيت القرفه دي، ماده بتخش في مادة التجذير. التجذير يعني احنا بنعمل منها عملية التجذير من القرفة. فاحنا بنستخدمها كتنشيط للجذور، تنشيط لجذور النباتات. وتاني حاجة لو انت في نمل ولا في اي حاجة في القصيص ماشي، فهو بيطرد النمل وبيطرد الحشرات من القصيص. ده بخصوص القرفة زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيدة جدا للنبات، مفيدة جدا للنبات. اهي دنينا ندوب فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، ونبدأ نروي بيها النباتات. قبل ما اروي بيها النباتات هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتاني حاجة اللي هنقول القرفة باختصار سريع، باختصار شديد جدا وسريع، القرفة مادة تجذيرية مهمة جدا للنباتات والعقل. لو انت عندك عقل عاوز تزرعها بمادة تجذيرية. وتاني حاجة منشط للجذور وطارد للنمل وطارد للأفات في القصيص زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ نروي بيها النباتات. ده منشط للجذور وطارد للنمل وطارد للحشرات زي ما حضراتكم شايفين كده، حسب الجزء اللي انت عايز ترويه. لو عندك نبات ضعيف في تربية الجذور بتاعته اعمل له القرفة زي ما حضراتكم شفتوا كده بالطبيعة. معلقة قرفة هتغنيك عن مشاكل كتيرة وليها استخدامين. استخدام بتحطه تلقائيا زي ما احنا عملنا كده اهو ماشي، زي ما احنا عملنا في اول الفيديو. وفي تاني حاجة بنحطه في المية وبنرشه على النباتات. لو انت عايز عندك النمل على ساق النبات، فانت القرفة بترشها بتحطها في بخاخة زي كده ماشي، وتحط معلقة قرفة وتدوبها وترجها كويس وترش بيها النباتات. لو في اي تعليق يا ريت نوضحه مع بعض للاستمرار. وبشكركم جدا لمتابعتكم لقناتي المتواضعه قناه صلاح ابو حسين الزراعيه، تقديم صلاح ابو حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.